أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء
وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ والله بما يعملون محيط وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف والله شديد
صدق الله.